أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا رب. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته، وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك واستشفع بك إلى نفسي، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزع لي شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وضمر أمرك وغلب
بأس بمبدلا غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت لجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرق بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وغانت بي أغلالي وحبسني
مستغفرا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم أعفى بدني ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسارف برك بي وسارف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معرفي ساعد الله أمير المؤمنين وهو يلقي هذا الدعاء على أمك ساعد الله قلبك يا علي أتراك معذبه بنارك بعد توحيدك وبعد أن طرى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار لعظمتك ساجدا اسجدوا لله في هذا المقطع واعترفوا لله بذنوبكم وخطاياكم كلنا خطاؤون كلنا مذنبون يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلم بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحا شكرا شكرا شكرا.
أم كيف أسكن في النار؟ ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا
لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعانين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة جميعا كل جرم وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة عبرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزلهم أو إحسان تفضلهم أو بر تنشرهم أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفضري وفاقتي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا سرمدا يا سيدي يا من
واشدد على العزيمة الجوانح وغلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصرت فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريعا وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا ربي على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.